بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله نبي الهدى الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سركنا قرن 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 مالك وتسكن حضراتكم سلسلة الشروحات المتميزة. اليوم هنتعلم مع بعض مهارة خاصة وهي كيفية إنشاء وتصميم كتب إلكترونية تفاعلية وحرفية في دقائق معدودة من خلال التعامل مع برنامج كتبي ببلشر، وده احنا شرحنا في الدرس السابق الذي سوف تجدونه أسفل هذا الفيديو كيفية تحميله بأكثر من طريقة وتركيبه وتسطيبه على جهاز الكمبيوتر. دائما وابدا نسعد بعراكم ومشاركتكم على قناتنا وقناة قاعدتكم قناة طرق النجار التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/طرق النجار او دائما قناة طرق النجار التعليمية وسط طرق النجار وعندة البلوغز.com او متلاتكم وزب طرق www.farm.com/farm.lbhb او قناتنا على twitter.com/mrtarqnagar. تعلمين انتقل الجزء العملي. تعلمنا في المحاضرة اللي فاتت كيفية تحميل هذا البرنامج وتسطيبه. بعد تركيبه وتسطيبه بيظهر ايكون او اختصار شورتكات على سطح المكتب اسمه كتبي ببلشر، هذا هو الاختصار. هنقوم بتشغيله. نشغل كده البرنامج في نسختين، في نسخة فري وير، في نسخة شير وير. النسخة الفري وير امكانياتها لحد ما محدودة، لكن احنا في مرحلة التجربة. اذا البرنامج اقتنعنا بيه نقدر نشتريه ونقدر نمتلكه. في النسخة الفول اوبشن كاملة الاصدارات، هذه النسخة بتكون مدفوعة الى انترنت. عند تشغيل البرنامج هيكمل رقم المسلسل، انا ما عنديش رقم المسلسل فاقوم باستعمال النسخة المجانية. لو عندي رقم المسلسل او قمت بشراء هذا البرنامج ادخل رقم المسلسل واقول له موافق للاستفادة من جميع امكانياته، لكن انا هستعمل دلوقتي النسخة المجانية للتجربة. تظهر هذه النافذة، هكبر دلوقتي هوزن التكبير. انت قدام احد اختيارين، اختيارنا يقول انك تنشئ ملف، وده لازم يكون ملف بي دي اف على اساس انك تقدر تتحكم في خصائصه وواجهته ووظائفه وتقوم باخراجه بشكل احترافي ككتاب الكتروني تفاعلي تقدر تتعامل معاه على موقعك على الانترنت، او تقدر تنزله على الحاسب على جهاز الكمبيوتر سواء كان ويندوز او ابل ماكنتوش، او تقدر ترفعه في جوجل بلاي عن طريق تحويله الى الاندرويد. طيب دلوقتي يا اما كتاب جديد يا اما فتح كتاب حالي. فتح كتاب حالي هو ملف، هو ان الملف بتاعك سبق انشاؤه وحفظه من خلال هذا البرنامج، وبالتالي انت بتقوم باستدعائه للتعديل عليه. لكن احنا في محاضرة اليوم هنتكلم على كيفية انشاء كتاب جديد بي دي اف. نضغط على كتاب جديد، ثم يا اما تبدا تصميم كتاب من الالف للياء يا اما تقوم باستدعاء بي دي اف. هنستدعي البي دي اف، بعد ذلك هنضغط على اختار ملف، نبدا نختار ملف البي دي اف الموجود عندنا واللي احنا عايزين نحوله لكتاب الكتروني تفاعلي، وليكن هذا الكتاب المحاضره الثانيه بجان بيزك. قدامك دلوقتي انك يا في خصائص زي ما احنا شايفين، هذه الخصائص غير مفعله لان النسخه اللي احنا بنتدرب عليها نسخه تجريبيه. انك تختار من رابط معين من النت وتقوم بعمليه التحويل، دي غير مفعله زي ما احنا شايفين. لكن لو النسخه قمت بشرائها هتحصل كل امكانياتها وفقا لنقديه معينه. طيب هنقوم دلوقتي بتحويل الملف كله ولا تحويل مقتطف منه؟ لو مقتطف منه هنبدا نحرك يعني من صفحه كذا لصفحه كذا. هنخلي مثلا تحويل الملف كاملا، ثم اضغط على التالي ونشوف دي الخطوه الاولانيه. بعد ذلك بيتم عمليه التحويل زي ما احنا شايفين. حاليا هتتم عمليه التحويل. هنا بيقول لك في حد اقصى 25 صفحه لان النسخه دي نسخه تجريبيه. هضغط على متابعه. بعد ذلك بتكتب عنوان الكتاب، انا هكتب اهو ادي فيجوال بيزك للصف الثالث الاعدادي، واسم المؤلف نكتبه مع بعض طارق النجار. تكتب الكلمات الافتتاحيه لو انت رافعه على المواقع بحيث يصل البحث عنه. تختار اللغه، تحدد اتجاه الفقره، طالما انت عربي يبقى من يمين اليسار، لان نشوف كده اللغات الموجوده عندنا او المتاحه في اكثر من لغه اهوت، فاحنا اخترنا عربي.
تختار الأيقونة الخاصة بي عن طريق أحد البرامج، بتحول صورة أو شعار بيكون أيقونة خاصة بي أهو. ثم بعد ذلك نضغط على التالي. هنا هو لو عايز تضيف عناصر تفاعلية أو تضيف فصول، لكن إضافة عناصر تفاعلية ننتظر إلى أن ندخل إلى شاشة أكثر ما يكون إلى الرسام. دي بتكون شاشة منفصلة، شاشة منفصلة بتبدأ بقى تتفاعل معها. لو عايز تكتب نص معين تضغط على أداة تكست أهو، نكتب النص أهو، تكتب هذا النص بيديك أهو محرر النصوص. هتكتب مثلا مؤلف الكتاب طارق النجار مثلا، وتقوم بإجراء التنسيقات المختلفة اللي انت عايزها، ثم بعد ذلك تقول له حفظ وارجع. اهي خلاص ادفع هذه الجزئية. تقدر بقى تتفاعل مع بقية الأوامر الموجودة، ادي مربع نصي، ادي لو عايز تدرك صورة، لو عايز تدرك صورة متحركة، خلفية، صوت بالنسبة لهذا المستند. ابدأ اتدرب على كل الإمكانيات بتاع إضافة معادلة رياضية، إضافة فلاش لو انت عايز تضيف فلاش، ادي الفلاش اهو، وهنحدد لو مثلا فلاش كده صغير، ننتظر ان يتم تحميل النافذه، وبكون مجهز انا ملفات الفلاش على اساس ان انا اقدر استفاد في اثناء عمليه الايه التصميم. شوف كده الفلاشات، ادي ملف فلاشات اخترت اهو اداه مرور الشارع، والفلاش بياخد امتداد اس دبليو اف. تمام، ابدا اتدرب على كل هذه الاشياء الموجوده. بعد ما تخلص والتدريب تقدر هذه التفاعلات تقدر تجعلها او استخدام هذه الادوات على كل صفحه من صفحات الكتاب. بعد ذلك هنقول له طبق او انك تغلق فيقوم بعمليه الحفظ. ادي هو لما اقول له كده طبق هينفذ. لو عايز تعمل معاينة تضغط على معاينة للمشاهدة. زي ما احنا شايفين بيديني عملية كده التطبيق، عملية الحفظ، ثم أقوم بغلق هذه النافذة. هيسألني هل تريد تطبيقه على العمل الإلكتروني قبل الرجوع؟ أقول نعم. طبق ما تم إيه اختياره من تأثيرات على كتاب إلكتروني. بنقول إن إمكانيات كل الكتاب غير متاحة في النسخة التجريبية. هنا هو عايزني احفظه، انا لسه في المرحله الاولانيه كده. خلاص اضفنا بعض التاثيرات. هنا لو عايز تعمل تحكم في فصول الكتاب بتقول له اضف فصل، وبعدين وليكن ان هو عنوان نخليه الصفحه الرئيسيه مثلا. هنمسح كده، ادي الصفحه الرئيسيه، وممكن انك تختاره يدوي عن طريق كده. لما بتضغط على زائد بنضيف الفصول والصفحه الرئيسيه والعناوين زي ما احنا عايزين باي طريقه من الطرق. وعايزك تتدرب على الايقونات الموجوده داخل هذا البرنامج المتميز. وبعد ذلك بنضغط على التالي. هنا بيديك ادوات، ادوات صور مصغره، ادوات كيفيه تحميل البي دي اف، رابط ثلاثيه الابعاد، عمليات البحث المختلفه. هنضغط على التالي، ودي امكانيات متقدمه للتعامل معهم. بعد ذلك هتختار التصاميم، ده التصميم الوحيد المتاح لان النسخه مجانيه. هناك العديد من التصميمات الاخرى غير متاحه الا اذا قمت بشراء هذا البرنامج المتميز. وسعره في الحقيقه سعر كنسبه وتناسب على حسب عدد الكتب، على حسب عدد الصفحات. يبقى هنا بتاخد التصميم، هنا الخلفيه، بتشوف الخلفيه المناسبه ليك، والخلفيه دي بتكون امتداد جي بي جي، واعطيك هو الاكستنشن خاص بالامتداد. وهنا هو تختار اللون، وهنا الطريقه سواء كانت ستريتش او تايتل اهي، او سنتر او ستريتش ممدد الى اخره. هنا صوره مصغره، صوره مصغره اللي هي خلفيه خلفيه لوحه الصور ودرجه شفافيتها والفراغ والمساحه اللي بتحيط بيها وسمك الجدار بتاعها. هنا هو ادي خلفيه الالواح الجانبيه اللي من الجنب، كيفيه التحكم في الالوان والشريط الرئيسي. ولو هنا عايز توضع علامه تجاريه مميزه
ليه بتضغط عليها للاستفادة بها، ثم نضغط على التالي. بعد ذلك ننتقل إلى هذه الخطوة، خطوة رقم 6 اللي من خلالها بتختار كيفية إظهار أشرطة التنقل داخل كتاب التفاعلي. وزي ما احنا شايفين مفيش غير واحدة بس هي المتاحة، لأن هذه النسخة نسخة مجانية. هنا خيارات الواجهة، هل ممكن تحمل في الملف هذا الكتاب خلفية صوتية؟ إزاي يعني محافظة على المقاسات؟ عند تشغيل يكون بملء الشاشة وبعض الأشياء الأخرى. هنا عملية قلب الصفحات أهو، هل لما يضغط كده من الجنب يتم تقليب الصفحات ولا الصفحات تنزلق يمينا أو يسارا؟ دي تبرع مجموعة من التأثيرات. ثم نضغط التالي. هذه الخيارات هي خيارات حديثة في هذه النسخة، خيارات خاصة بالموبايل والتعامل معه، وهي غير متوفرة النسخة المجانية. التالي. بعد ذلك هنا هو بيبدأ بيقول لك أن هذه النسخة برغم الإمكانيات الكبيرة المتاحة لهذا البرنامج لأنها نسخة محدودة، خصائصها محدودة لأنها نسخة مجانية، عملية الإصدار أو عملية النشر إما أنك تنشره بحيث أن يتم استخدامه على الأندرويد بامتداد APK، يبقى كده تقدر تستخدمه تتعامل معه من خلال الجوجل بلاي وترفعه على موقعك، أو أنك تستخدمه من خلال أجهزة الآيباد، أو أنك ترفعه على موقعك من خلال ملفات الإنترنت، أو أنك تنزله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك سواء كان نظام التشغيل الخاص به هو الويندوز أو الأبل ماكنتوش، أو أنك تحفظه بحيث أنك تقدر تفتحه بملف المستعرض الخاص به اللي هو كتبي ليدر. ننزله على جهاز الكمبيوتر. بيقول لك انا بس هسمح لك بيها مره واحده، لكن في النسخه الاساسيه بيكون هناك العديد عدد لا نهائي. في عمليه التحويل هقول له نعم. هتتم عمليه هي تحميل الملف المساعد لنظام تشغيل ويندوز على اساس يقدر يساعدني في عمليه التحويل. ننتظر الى ان ننتهي. خلاص اوكي، اقوم بعمليه الايه التصدير. ننتظر بعض الدقائق او الثواني حسب سرعه الجهاز وامكانياته. هنقوم بعمليه التصدير الخاصه به. هل انا يقرا هسميه في 2000 مثلا 8، سميته في بي 2008. لازم نقوم بوضعه في مجلد، ولكن هوضعه في مجلد اسمه فلاش. هوضعه في مجلد اسمه فلاش. يبقى بقوم بتحديد المجلد وانتظر الى ان يتم تحويله. بعد ذلك بيقول لك عايز تفتح المجلد او موافق، اقول له افتح المجلد على اساس ان انا اشوف هذه النسخه المتاحه ونشوف الامكانيات. بنقول ان امكانيات وامكانيات اكثر من ممتازه، ولكن بالنسبه للنسخه المتكامله هيبدا يفتح لي المجلد، انشا لي اهو ملف اهو يحتوي على الكتاب. هذه هي الامكانيات، هضغط عليه في صوره فلاش دبل كليك عليه. انتظر الى ان يتم التحميل. بعد الاكتمال هذا هو الكتاب، وهذا الفلاش موجوده واللينك موجود انك تقدر تقف عليه وتبدا تحركه اهو. شوف كده يبدا يتحرك معانا نافذه نافذه او خطوه خطوه. واحنا في مرحلة التجربة كان ممكن ما نحطش الفلاشة بس الطريقة لأنها بتاخد مساحة كبيرة جدا وتم تكبيرها، تمام؟ أو هنا بعملية التنقل. هنا عملية التنقل أهو وعمليات التكبير زي ما احنا شايفين. طيب البعض هيسألني والله أنا عايز استفاد بإمكانيات هذا البرنامج الجبار، أعمل إيه؟ أنا هقفل دلوقتي البرنامج. أقول لك عشان تستفاد بإمكانيات هذا البرنامج الجبار كل اللي عليك انك هتدخل على الموقع الخاص بي اللي هو كتبي، وهتجدون هذا الموقع او هذا اللينك اسفل هذا الفيديو كتبي.com، تضغط انتر.
وننتظر إلى أن يتم التحميل. يبقى الموقع هو موقع www.kotb.com/index.php، هذا هو الموقع. ثم هتذهب إلى التسعير، التسعير بعد التعرض. هذا هذه هي باقة. عايز تحمل نسخة مجانية تحمل نسخة مجانية. هنا هو بيبدأ بقى بيقول لك تدفع 65 دولار على سنك ايه، يحول لك كتب انترنت، كتب صفحة مكتب، كتب بسيط كذا، يبدأ يحددها لك. الجهاز واحد 240 دولار، 950 دولار. هذه هي الامكانيات المتاحة وهذه هي الاسعار. اتمنى ان انا اكون وفقت في شرح هذه المهارة الخاصة، واتمنى ان يكون كل الزملاء استفادوا بيها. دايما ابدا بنسعد باعراقكم ومشاركاتكم على قناتنا وقناتكم على يوتيوب، قناه النجاره التعليميه على يوتيوب www.youtube.com/mr-tarr-al-najara، مدونه قناه طارق النجاره التعليميه mr-tarr-al-najara.blogspot.com، او من تداعيات كنوز الطارق www.forbes.com/kunuz.php، او قناتنا على تويتر مستر طارق النجار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.